بالرغم من قرار منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 20 عاما الذي أتى عقب تقارير طبية أكدت خطورة تناول هذه المشروبات من قبل صغار السن واليافعين، ما زلنا نلحظ انتشار هذه المشروبات بين الأطفال الذين لا ينفك آباؤهم عن تلبية طلباتهم بتوفير ما يحبون من مشروبات دون النظر في مدى خطورتها عليهم وما هي درجة الخطورة والأعراض التي تظهر عليهم. الجواب في تقرير الزميلة شروق لشكري. دخلت مشروبات الطاقة عالمنا بقوة وانتشرت بأشكال وألوان جديدة باتت تجذب الأطفال جيل المجتمع الواعد، ولكن لنتعرف التقرير التالي على حقيقة هذه المشروبات ومكوناتها وما يمكن أن تؤدي إليه من مخاطر صحية. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هكذا أوصانا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، واضعا لمسؤولية الرعاية جل الاهتمام الذي تستحقه لما لهذه الرعاية من أهمية. وهنا نتحدث عن مسؤولية الوالدين تجاه أبنائهم في رعايتهم وتوفير الغذاء المناسب لهم، ولكن مع انتشار مشروبات الطاقة وخاصة تلك المخلوطة بالألوان الصناعية واستساغتهم لها أصبحت هذه المسؤولية أكثر صعوبة. طبعا الآن أصبحت مشروبات الطاقة يعني تتصدر قائمة الأغذية اللي فيها شغف كبير من قبل الأطفال ومن قبل شرائح حتى المراهقين، ومخاطرها طبعا تزداد نتيجة للمكونات الموجودة فيها من مواد مضافة، من مواد ملونة، من أيضا أنواع مختلفة من السكريات المحلية سواء السكر العادي أو السكر الصناعي. باعتبار مشروبات الطاقة تعطي الجسم والمخ طاقة غير طبيعية، أخذت هذه المشروبات تنتشر بين الجيل الواعد، ولكن ما هي الحقائق التي تكمن وراء هذه المشروبات الممزوجة؟ اكتشفنا جواب هذا السؤال بعد أن أخذنا عينات من هذه المشروبات الملونة إلى مختبر بلدية دبي لفحصها ومعاينة محتوياتها، وهنا اكتشفنا مضارها ومخاطرها التي لا يعي المستهلك البالغ أبعادها، فما بالك بالطفل؟ مشروبات الطاقة بتتشارك أيضا في سمة يعني سلبية، إنها مدعمة بحامض الكربونيك، حامض الكربونيك بيأثر على حموضة الدم، الأمر اللي بيخلي الجسم يعني يبدأ بإطلاق المكونات القلوية، وكلها بتكون على حساب انسحاب الكالسيوم من العظم، فهذا بيؤدي إلى تراجع المادة العظمية على المدى البعيد. وجدنا أن طبيعة هذه المشروبات لا تزيد عن كونها جرعات هائلة من الكافيين والألوان المضافة وحمض البنزويك والسكرين والأسبرتيم والأسيسولفيم، والتي أثبتت أنها تؤدي في حال تناولها باستمرار إلى زيادة فرط النشاط لدى الأطفال والعدوانية والإدمان والإصابة بمرض هشاشة العظام والسمنة على المدى البعيد، كما احتوت العينات على نسب من حمض السوربيك والذي إن تفاعل مع بعض المواد يشكل مركبا مسرطنا، مما يفسر الحاجة الضرورية لتثقيف الآباء بمخاطر تناول أطفالهم لمشروبات الطاقة المخلوطة بالألوان كونها أشد خطورة على الأطفال من كبار السن. لذلك نوصي الآباء وأولياء الأمور بمراقبة الأطفال وزيادة استهلاكهم للمشروبات والأغذية الغنية بالقيم الغذائية ضمانا لصحتهم. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. السلطات الإماراتية أوقفت مسافرا بريطانيا أهان الدولة وتهجم على رجال الأمن فيها. الدفاع المدني بدبي يسيطر على حريق هائل التهم عددا من مستودعات منطقة رأس الخور. وكان في نشرتنا مشروبات الطاقة وإضافاتها الملونة منعشة في لحظتها وعواقب صحية بعد إدمانها.